على تليفون معانا أستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي اللي ممكن نبدأ معاه مباشرة. مساء الخير، ونبدأ على طول بتحليلك لأداء فريق الزمالك أمام الهلال السعودي النهاردة. مساء الخير عليك يا أستاذة دينا، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. بالفعل مباراة قوية جمعت ما بين نادي الزمالك والهلال السعودي في افتتاح ملعب لوسيل أو كأس سوبر لوسيل، المباراة اللي أقيمت كتجربة للاستاد قبل نهائي او قبل احتضان نهائيات كاس العالم في قطر 2022. المباراه كانت تجربه، لما بنتفرج على الاجواء احتفاليه، الجماهير هناك كانت اكثر من عظيمه، الفيديوهات والمشاهد اللي جايه كلها من هناك بتثبت قد ايه العلاقه الطيبه ما بين الشعب المصري والشعب السعودي. الجماهير هناك كانت اجواء احتفاليه، ده بالنسبه للجانب الجماهيري. اما على المستوى الفني، مباراه كانت كبيره جدا جدا من نادي الهلال السعودي اللي معاه مدير فني مخضرم يمتلك مجموعه كبيره من اللاعبين. زريرة المدير الفني لنادي الزمالك حاول اغلاق منافذ اللعب على لاعبي الهلال، لكن الزمالك لسه عائد لتو من فتره راحه، مش جاهز بدنيا افضل حاجه، فان هو يصطدم بمباراه رسميه كبيره امام الهلال السعودي. وانت حضرتك عارفه اكيد المناقشات اللي ما بين الجمهورين على تويتر والضغوطات الاعلاميه اللي موجوده على الفريقين، واعتقد ان الزمالك يعني تمكن من تقديم مباراه طيبه بالنسبه لمستواه الفني وعودته من فتره راحه، وفي النهايه الفوز ابتسم او الحظ ابتسم للهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحيه اللي اثبتت فعلا ان لعيبه الزمالك ما كانوش جاهزين فنيا بنسبه 100%. إذا هو يعني زي ما بنقدر نقول كده، لم تكن مباراة لعب فيها الحظ أي دور، لكن كان أداء متكافئ متعادل وانتهى لصالح الأكثر لياقة بحسب توصيف حضرتك. الأكثر أو الأكثر جاهزية نقدر نقول. الأكثر جاهزية والأكثر فنيا، والنهارده كمان لولا تألق محمد عواد والونش ودفاعات نادي الزمالك كانت ربما المباراة تنتهي في وقتها الاصلي بدون اللجوء لركلات الجزاء، لكن محمد عواد النهارده تألق وزاد عن مرماه في اكثر من فرصه. علشان كده زي ما بقول لحضرتك، الفوز لصالح الهلال السعودي كان فوز عادل، فوز مستحق، والزمالك قدم مباراه طيبه بالنظر لعودته مؤخرا من فتره الراحه. الحقيقة. طيب نرجع بقى لنادي الأهلي، ونادي الأهلي تغيير متوقع لمدرب أو المدير الفني. إيه معلومات حضرتك عن المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وإيه المتوقع منه، المسؤولية الملقاة عليه في الفترة اللي جاية، وإزاي كمان دي خلفيات إنهاء التعاقد مع المدرب الراحل؟ طيب خلينا نقول ان كولر مدرب سويسري نفس المدرسه السويسريه اللي حققت نجاحات مع النادي الاهلي اثناء فتره فايلر قبل رحيله طبعا عن الفريق بسبب ظروف كورونا وبسبب ارتباطاته الاسريه. كولر مدير فني صنع نهضه مع منتخب النمسا، البعض قد يعيب عليه ان هو مدير فني منتخبات في الفتره الاخيره، لكنه يمتلك سيره ذاتيه كبيره جدا في عالم التدريب. كان مساعد لجروس ان حقق نجاحات كبيره جدا اثناء توليه المسؤوليه مع نادي الزمالك، مدير فني بيجيد الدفع بالشباب واكتشاف العناصر الشابه، وده محتاجه النادي الاهلي. خليني اقول لحضرتك، من بعد سواريش التركيز في النادي الاهلي كان على مدير فني، بغض النظر عن محطاته التدريبيه، كان التركيز على مدير فني بمواصفات محدده تليق او تتناسب مع المواصفات والامكانيات اللي حددها مجلس اداره النادي الاهلي. علشان كده التفاوض مع كولر استمر تقريبا لاكثر من اسبوعين كان من خلالهم في اجتماعات بصفه مستمره سواء مع لجنه التخطيط ومع الكابتن محمود الخطيب، اتفرجوا على افكار المدير الفني، اتكلموا معاه في اكثر من حاجه، لدرجه ان المدير الفني طلب مجموعه من الفيديوهات لمباريات الاهلي القديمه الموسم ده سواء مع سواريش او مع موسيماني، عشان يقدر يشوف العناصر اللي موجوده عنده محتاج تدعيمات ايه قبل ما يدي قراره النهائي. واول ما الراجل وافق على طلبات النادي الاهلي او اتفقوا توصلوا لاتفاق نهائي، سافر المهندس خالد مرتجي ومعاه الكابتن امير توفيق لسويسرا للحصول على توقيع المدير الفني، وباذن الله يكون متواجد في القاهره غدا السبت. الحد هيكون في اجتماع
رسمي مع الكابتن محمود الخطيب، اول اجتماع مباشر فيس تو فيس زي ما بنقول يكون يوم الاحد عشان يتم الاتفاق خلاله على الجهاز المعاون وعلى شكل العمل في الفتره الجايه، ويوم الاثنين في مؤتمر صحفي لتقديم المدير الفني باذن الله. للجمهور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، وكل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. فتره كانت صعبه وعصيبه على جماهير النادي الاهلي اللي ما تعودتش على فترات الارتباك. كان موسم متميز جدا لنادي الزمالك، حتى النهارده لو قلنا انه خسارته امام الفريق او نادي الهلال السعودي كانت خساره مشرفه، وكان لعب يعني او تمثيل جيد جدا النهارده. شفنا الاهلاويه والزملكاويه بيشجعوا الزمالك النهارده كنادي مصري يمثل مصر.